السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في برنامجكم اليومي تراحيب. يا مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة نهاية الأسبوع، ونأمل من الله عز وجل أنها تكون إجازة سعيدة للجميع. بإذن الله أنها تكون إجازة سعيدة يا خالد. في حلقتنا الليلة مشاهدينا عندنا مواضيع جديدة ومنوعة كما عودناكم، إضافة إلى بعض التقارير اللي عودناكم أنها نشوفها معاكم خلال الأسبوع الماضي، راح تشوفونها معنا في هذا الأسبوع. نعم، أما ضمن فقراتنا الدينية الأسبوعية بنستضيف في الاستديو الداعية الإسلامي معاذ القاسمي اللي بيحدثنا عن أهمية احترام الوقت في الإسلام. أتوقع يعني صباح يمكن هذا الموضوع مش مهم، الناس تعتقد أنه فقط مهم لطلبة الجامعة، وهذا مهم للجميع. هو يا خالد هو موضوع الإسلام وصلنا فيه. نعم. وأيضا شيخ معاذ القاسمي راح يحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. نبدأ حلقتنا مشاهدينا من تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشقب، وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الشقب. تقام النسخة الأولى لبطولة الشقب للفرسية اللي تضم ثلاث مسابقات دولية. أجواء مسابقات الحواجز في هذا التقرير نشوفها معك. تتواصل الإثارة في منافسات بطولة الشقب الدولية الأولى للفروسية التي تقام تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشقب، وسعادة الشيخ المياسة بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة، وتمتد حتى 30 من الشهر الحالي بمشاركة 25 دولة يمثلها 250 فارساً و 170 جواداً يتنافسون على جوائز يزيد مجموعها على 1,250,000 يورو في ثلاث مسابقات هي قفز الحواجز والترويض والتحمل. من بينهم أفضل 30 فارساً في منافسات قفز الحواجز وأفضل 15 فارساً في منافسات الترويض وفقاً للتصنيف العالمي للاتحاد الدولي للفروسية. وقد حقق الفارس القطري حمد بن علي العطية لقب الجولة الأولى لقفز الحواجز، وحل في المركز الثاني الفارس القطري عبد الرحمن الصعاق، فيما كان المركز الثالث للفارس الفرنسي ديفيد فريدريك، المركز الرابع للفارس الإماراتي عبد الله المهيري، ليعود الفرسان القطريون مجدداً إلى المركز الخامس من خلال الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني الذي حقق زمناً قدره 78.19 ثانية من دون أخطاء. بقي يومين على نهاية البطولة، والشقب عضو مؤسسة قطر مستمر في إبهار العالم الذي يتابع فعاليات البطولة بشغف وإعجاب كبيرين، إذ يشيد المشاركون بالبطولة وبالمنشأة أيضاً التي تعد من أبرز المنشآت الرياضية في العالم، ما يؤكد أن الشقب نجح في تنظيم واختيار توقيت إقامة البطولة إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين في اللجنة المنظمة. نفس ما شفنا مشاهدينا هذا التقرير والمسابقة اللي قيمت في مكان رائع، أنصح الجميع بزيارته اللي هو مقر إدارة مربط الشقب اللي يعتبر يا خالد يعني من الأماكن المميزة عندنا صراحة، إذا تكلمنا عن شكل معماري وأماكن يعني مميزة لزيارة الخيل. نعم. الأماكن المميزة أتوقع يمكن أول بطولة تقام في هذا المكان، إن شاء الله ننتظر المزيد في البطولات في هذا المكان. من هو واحد من يعني أفضل المنشآت الرياضية لمسابقة يعني الفروسية أو لرواد هذه الرياضة، ونتمنى يعني مثل ما شفنا في التقرير نتمنى السلامة والتوفيق لجميع الفرسان والشباب القطريين اللي بيشاركون في هالمسابقة إن شاء الله. إذن عندنا في سياق آخر، تم بمقر اللجنة الأولمبية القطرية توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الأولمبية القطرية ممثلة بأمينها العام سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني، والجمعية القطرية للسرطان وممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور خالد بن جبر الثاني. هذه الاتفاقية مشاهدينا تنص على أن الشراكة على خطوات طويلة الأمد للحد قدر الإمكان من انتشار هذا المرض من خلال الوقاية والتوعية في كافة النشاطات الرياضية.
طبعا اليوم تم توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الأولمبية القطرية والجمعية القطرية للسرطان. هذه الاتفاقية تنص على تعاون متبادل بين الطرفين. احنا دورنا كلجنة أولمبية قطرية راح يكون دور توعوي في مكافحة هذا المرض. راح احنا من خلال هذه الاتفاقية راح نركز على جانب التوعية وجانب الوقاية من الأمراض من خلال ممارسة الرياضة، وأيضا راح نستخدم في هذا المجال اللاعبين القطريين المعروفين سواء على الصعيد العالمي أو على الصعيد الأولمبي في جميع الألعاب، اللي أيضا لإرسال رسالة توعوية للجمهور لهذا المرض. هدفنا أن نصل إلى أكبر شريحة من المجتمع، وأهم شريحة هي شريحة الشباب والناشئين، ولا يوجد أحسن من اللجنة الأولمبية اللي تغطي نسبة كبيرة من هذه الشريحة وفعالياتها وخاصة منها الرياضية. والهدف أن احنا نصل بالمعلومة إلى أصغر وأكبر فرد موجود. نشاطات طبعا الآن الأخوان في البرامج سواء في اللجنة أو حتى في الجمعية وضعوا برنامج طويل الأمد، يعني لمدة على علمي سنتين. العمل مع اللجنة الأولمبية بدأ قبل العمل في هذا الموضوع، يعني أخرت احتفالياتنا معهم في اليوم العالمي للسرطان في الشهر الماضي، والبرامج القادمة على كل احتفاليات أو كل مناسبة فيها اللجنة الأولمبية ستكون الجمعية القطرية للسرطان متواجدة. الوقاية خير من العلاج، فاحرصوا على 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 اجتناب الأمور اللي قد تكون مسببة للسرطان، وأتمنى يكون في تواصل بيننا وبين فئة الشباب في المجتمع سواء على عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو عن طريق التواصل الشخصي مع الجمعية. من بعد هذا التقرير مشاهدينا وصلنا إلى فقرتنا الدينية الأسبوعية. الوقت هو الحياة، وهو عمر الإنسان ورأس ماله الذي ينفق منه، وقد أشار القرآن الكريم في مواضع عدة وكثيرة على عظمة وأهمية الوقت وقيمته. نعم، ويؤكد العلماء من جانب آخر أن الاستغلال الأمثل للوقت هو أحد أهم عناصر جلب السعادة والنجاح في مختلف مراحل الحياة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستديو الداعية الإسلامي معاذ القاسمي. يا مرحبا ومسهلا فيك شيخ معاذ، حياك الله في برنامج استراحة. الله يحييك خالد، يا مرحبا يا مسهلا. يا مرحبا بك يا معاذ، الله يمسيك بالخير والنور والسعادة. في البداية يمكن موضوع الوقت وأهميته يمكن الإسلام أعطانا دلالات كثيرة عليه، لكن في البداية نتحدث عن دلالات القسم في القرآن الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى أقسم في الوقت يمكن نظرا لأهميته، لو تحدثنا عن هذا الموضوع أكثر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم. طبعا في البداية أنا ودي أقدم بس مقدمة يعني حق عشان أتكلم على موضوع الوقت. أول شيء لكل شيء أنا عشان أبدأ في موضوعه لازم أعرف شو الهدف منه، وليش أنا أستغل الوقت عشان شنو الخاتمة في النهاية. طيب أول شيء وجود الإنسان في الحياة الدنيا، لماذا وجد؟ ما هي الغاية؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن الهدف صار واضح من وجودي أنا في هذه الدنيا. طيب ما هو؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب الآن عندي الله سبحانه وتعالى أعطاني بعض الأعمال زين تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى قدر معين عشان أنا أنجزها. عمري محدود بدقائق وثواني معدودة طيب حتى أصل إلى هذه الخاتمة. تمام؟ الخاتمة إيش؟ إذا أنا استغليت وقتي وقمت بالعبادة التي وجهني الله سبحانه وتعالى لها، جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى: يحث عباده المؤمنين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. طيب المسارعة الآن تكون بإيش؟ استغلال الوقت. في استغلال الوقت تكون بالمبادرة. أنا الآن عندي كثير من الطاعات، عندي ما هو فرض، عندي ما هو نفل، وعندي ما هو واجب. الآن أنا أقدر الآن أستغل وقتي. تمام؟ عندي أشياء مفروضة يجب أني أنا أبادر وسارع لها، أستغل هذا الوقت. خلصت اللي ربي فرض علي. عندي أشياء نافلة تزيد في مقامي وفي درجتي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. تمام؟
أما بالنسبة للسؤال اللي سألتني عنه اللي هو القسم، طبعا الله سبحانه وتعالى أقسم في القرآن بأشياء عدة، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. كما الإنسان الآن إحنا مشروع لنا كبشر نقسم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وإذا أقسمنا بغير الله سبحانه وتعالى فهذا يعتبر شيء من إيش؟ من الشرك. تمام. فالله سبحانه وتعالى أيضا لا يقسم إلا بعظيم، فأقسم في عدة مواضع في القرآن الكريم بالوقت، فقال والضحى، وقال والفجر، ثم قال والعصر. الآن لفظة والعصر في القرآن الكريم تعني مش وقت العصر، تمام، تعني الدهر أو تعني الزمن. خلونا نقرأ سورة العصر بما أنها صغيرة. قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. الآن أصل الإنسان في الدنيا أنه خاسر، إلا الذين، هذا استثناء، الاستثناء دائما يكون قليل، صح ولا؟ يقول لك هذول كلهم ما أدري إيش إلا جزء مجموعة بسيطة، تمام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الذين استغلوا أوقاتهم في الحياة الدنيا حتى يصلوا إلى الغاية التي وجدوا في هذه الحياة من أجلها. طيب أنا ودي أسألك شيخ معاذ، يعني ما هي مسؤولية المسلم تجاه الوقت؟ يعني شنو الواجب على المسلم اتباعه تجاه الوقت إنه يعظمه ويقدسه؟ يعني إحنا نشوف الأجانب شلون يعظمون الوقت ويقدسونه، طيب إحنا كمسلمين شلون لازم نتعامل معه؟ تمام. كيف يتعامل المسلم مع الوقت؟ قلت لك أول شيء لازم الواحد يكون الهدف عنده واضح. تمام. ثم بعد ذلك يبدأ بالعمل. في ملاحظة مثلا كيف الواحد يستغل وقته، وغالب حتى ناس يقول لك يا أخي ساعة لربك وساعة ساعة وساعة لقلبك، أو ساعة وساعة. ممكن ترى هذا يعني غالب الناس ممكن يكون فاهمين هالمعنى بشكل خطأ. شلون؟ أنت وقت ترفيهك، وقت لعبك، ووقت نومك، وهي تستطيع كله تجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتستطيع أنك تستغله. يمكن كله متمحور في مسألة النية. النية صحيح. إنما الأعمال بالنيات. أنت لو رحت تلعب كورة وحاط في بالك الحديث المؤمن القوي خير من الضعيف، فهذا من هذا الباب أنت تأخذ أجرك. جميل. أيضا الواحد يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. مثلا أخي الواحد الآن فترة أكل الحين، تمام، بياكل الحين، أوكي، هل هو ضيع وقته الآن؟ لا، بالعكس، هو مأجور على هذا الأكل. ليش؟ أنه يتقوى بهذا الأكل على طاعة الله، هو يمارس الرياضة ليتقوى على طاعة الله، ينام. هو ينام ليتقوى على طاعة الله. يعني المسلم بنيته زين يستطيع أنه يؤجر على يعني وقته، ويصل إلى الغاية المطلوبة. طبعا إحنا الآن نتكلم، ما نبي نحصر بعد الشيء كله في الوشو، فمثل ما يقول لك إنه في العبادات، في العبادات. نعم. لا، طبعا الانسان مطلوب انه اشياء ثانيه. نعم. تمام. يعني مثل فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. يعني ما يغفر الله سبحانه وتعالى جانب الدنيا على الانسان. نعم. تمام. فيجب ايضا على الانسان انه يجد ويجتهد. الانسان الله سبحانه وتعالى ما امر العبد انه يكون في صومعه يتعبد الله سبحانه وتعالى وفقط، ما يدري عن الدنيا ولا يعمل للدنيا ولا يسعى ويكدح ويتعب ويحصد الرزق. هذا الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بذلك. يجب على المسلم أن يعمل لدينه ويعمل لآخرته. وعملك في هذه الدنيا للآخرة ستجده أمامك يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله. أجل، لو نتكلم يعني شيخ ماذ عن توزيع الوقت، يعني الوقت للعبادة، وقت للأسرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا وأن لبدنك عليك حق، وبعد وقالوا أن لأهلك عليك حق. فهذه الحقوق يعني لو نوضحها للمشاهدين بحيث أن يعرفون كيف طريقة توزيعها وتوزيع العدل لها. طبعا الحمد لله، يعني أداء العبادات والطاعات، يعني ما نقول في ضيق في الوقت على أساس أن الواحد ما يقدر يسوي الأشياء الثانية. نعم. تمام. أنت عندك 5 فروض في اليوم، زين، يعني تأديها ما تأخذ أصلا منك وقت كبير أصلا. نعم. تمام. صلتك لأقاربك، وصلتك لأرحامك، وقيامك بواجبك تجاه أهلك، هذه أيضا كلها من إيش؟ من العبادات. أنت الآن لا تقول هلك الآن مثلا محتاجين يروحون السوق، تمام، هلك الآن محتاجين توديهم مثلا بيت فلان أو بيت فلان. تمام. أنت الآن إذا خذت الوالدة أو خذتها لك ووديتها للمكان فلاني، أنت الآن تعتبر مستغل لوقتك.
أجرت ولا ما أجرت على هذا الوقت؟ حصلت لك حسنات ولا لا؟ خلاص هذا اللي أنا أبي. نعم. تمام؟ حصلت رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين ورضا يعني إن أهلك، وطبقت الحديث ولأهلك عليك حقا. نعم. أيضا يجب على المسلم إنه قلت لكم مثل ما يغفل جانب الحياة يعني. نعم. مثل جانب الرياضة لازم يعني الواحد يهتم في صحته، يهتم في هالأشياء. أهم شيء إنه ما يغفل الجانب. وأيضا يعني وأيضا في حياة الصحابة كان في مثال اللي كان يبدي العبادة أكثر من أهله وأكثر من فكان يعني يأخذ وقته في العبادة والصلاة والقيام والصيام أكثر مما يعطي أهله حقوقهم. فهذا أتوقع يمكن مسألة الأفضلية العبادة على الأهل، يعني الأهل هم عبادة. صحيح، مثل ما جاء في أحد العباد أن كانت أمه تناديه وهو كان يصلي، كان يصلي طبعا نافلة، ما كان يصلي الفرض. إذا كان يصلي الفرض ويتعارض مع أهله لا، هو يقدم الآن الفرض. تمام، لكن إذا كان مثلا نافلة، هو الآن في أداء نافلة وكان مثلا في خدمة هلا او امه كانت نادية او ابوه كان نادية، لا، الواجب عليه انه يلبي طاعة والديه ويلبي يعني رغباتهم في هذا الجانب. نعم. نعم. نعم، سبحان الله، يعني احنا فهمنا منك اليوم رسائل عديدة شيخ معاذ، لكن ودي اعرف هل مثلا نقدر نقول مجازا او فعلا ممكن يكون المؤمن يتحاسب على اضاعته للوقت؟ طبعا لا شك ان المؤمن راح يتحاسب على الوقت. قال الله سبحانه وتعالى يعني ووضع الكتاب. الآن احنا نشوف الشيء راح نتحاسب عليه. زين، وخلنا نشوف الله سبحانه وتعالى الآن يعني يحكي بلسان اللي خلنا نقول أضاع وقتهم أو المشركين. قال الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. الآن اللي عمله في الدنيا من حسنات سيئات مسجل، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. تمام، يعني أي شيء كبير وصغير، أي عمل بسيط، كل شيء مدون. كل شيء مدون. نعم. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا في هذه الدنيا الآن وجدوه حاضرا يوم القيامة أمامهم أمام الملأ ولا يظلم ربك أحدا. نعم. تمام، فالمؤمن لا شك أنه محاسب على أي فعل يقوم به. نعم. خاصة الأعمال اللي هي نقول مباحة اللي لا يؤثم عليها المرء ولا يؤجر. نعم. بالنية يستطيع أنه يؤجر. يؤجر. نعم. استغل وقتك، سو أي شيء تبيه، عدل نيتك، أهم شيء ابتعد من معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. والالتزام يعني في المواعيد يعني شيخ معاذ، هل من هذه الأمور يعني الممكن أن نحاسب عليها؟ في طبعا مواعيد خاصة بالطاعة في العبادة، مواعيد خاصة في الأهل، مواعيد يعني خاصة في العمل، فهل هذه من الأمور اللي يحاسب عليها الفرد المسلم؟ أكيد طبعا. أنت الآن إذا جينا لجانب العبادة، طيب، فأنت ستحاسب، لأن أصلا هذا وقت وقت الله سبحانه وتعالى لتؤدي هذه العبادة، فأنت ستحاسب عليها. تمام، خلينا نقول في جانب الخلق، أنت الآن وعدت وعد مثلا أنك بتروح مكان أو بتقابل فلان أو بتودي أهلك مكان أو شيء، أنت الآن وعدت وعد. نعم. هل من صفات المسلم أنه يخلف الوعد؟ نعم. في الحديث، نعم شيخ معاذ، احنا ما نبي نقاطعك، احنا ان شاء الله بنكمل معك حوارنا، لكن بنتوقف لبريك الصلاة. أعزائي المشاهدين، احنا بنتوقف معكم فاصل قصير وبنرجع ان شاء الله نكمل باقي فقرتنا. حياكم الله مشاهدينا، متواصلين معاكم بعد هذا الفاصل مع ضيفنا الشيخ معاذ القاسمي. شيخ معاذ، وصلنا احنا تكلمنا عن أهمية الوقت وتكلمنا عن مسؤولية المسلم تجاه الوقت، أيضا وصلنا إلى سؤال المواعيد اللي تكلمنا عنها اللي سألتك قبل الفاصل. أتوقع وصلنا احنا عند نقطة اللي هي الحديث الشريف. نعم. اللي قلنا أصلا مش من صفات المسلم. نعم. أنه يوعد فيخلف. جاء في الحديث آية المنافق ثلاث وذكر منها إذا وعد أخلف. أخلف. تمام، فهذه أيضا ليست أصلا من الصفات، فيجب على المسلم أن يلتزم بالمواعيد سواء مواعيده مع ربه سبحانه وتعالى أو مواعيده في العمل ومع الناس. نعم. هذه بالنسبة لل... أنا عندي إضافة. اتفضل.
في موضوع يعني المؤمن واستغلاله لوقته، وقد تعرض له بعض العوارض انه تضيع وقته. حلو صحيح تمام. فالله سبحانه وتعالى كان يصف حال المؤمنين فقال واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. الان المؤمن ممكن في يعني مجلس او في اي مكان بيسمع خرابيط وبيسمع كلام وسوالف من الصح ومن الغلط ومن اللي ما منه فايده صحيح. اصلا تمام. فقال الله سبحانه وتعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه حكمه المؤمن، يعرف الشيء اللي في يده ويعرف الشيء اللي بيرفع درجته عند الله سبحانه وتعالى يذهب وياخذ منه قدر المستطاع. درى ان هذا الشيء سيقلل من درجته وينزل في منزلته من الله سبحانه وتعالى، لا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يعني شيخ معاذ انا اتوقع الكلام اللي قلته جدا جميل، لكن هل هو ينطبق فعلا؟ يعني هل نقدر احنا نطبق هذه القاعده او هذا التحريم او هذا التوبيخ حق كل من بيتاخر عن دوامه؟ شلون؟ يعني انت الحين تقول اللي المحافظه على الوقت واللي ما يحافظ على الوقت الانسان معاقب عليه. طيب واذا هو بيتاخر عن دوام مثلا دوام الساعه 7 دوام الساعه 7:30 هذا حال بعض من الناس، احنا ما نبي نحرج احد نحط النقاط على الحروف. طبعا هذه اكيد انت الان يعني في جهه عملك محاسب. طبعا انت محاسب طبعًا. يعني قبل المدير طبعا انت محاسب اكيد انت محاسب. يعني اصلا انت اشتغلت في هذه الجهه انت داري انه راح تداوم من الساعه 7 لين الساعه 1 من الساعه 6 لين الساعه 2 يعني على حسب التوقيت صحيح. فايضا هذا يعتبر من المواعيد. نعم انت اذا اخلفت هذا الموعد راح تحاسب في دوامك صح؟ نعم ولا لا؟ صحيح تمام. ويجب عليك انك قدر المستطاع انك صحيح تحافظ على هذا الموعد. نعم. اللي انت اصلا ملتزم. ذكرتني بمقوله انت تتكلم حق شكسبير قال خير لك ان تاتي قبل الموعد بثلاث ساعات على ان تتخلف بدقيقه واحده. صحيح. فانا اتمنى ان الكل، هذه مو برساله الشيخ، هذه رساله شكسبير ورساله كل انسان مؤمن وكل انسان فعلا ناجح في الحياه المفروض يكون ملتزم بالوقت ويقدس الوقت ويجعله ناقوس ومناره له يرتجي له في الوقت اللي صحيح. هو يحتاجه. صحيح. نعم. اذا الشيخ معاذ لو نتحدث او تعطينا نماذج من السلف عن الوقت فيها سيادة الوقت بحيث أن المشاهدين يستفيدون من هذه النماذج. طبعا بالنسبة للنماذج خاصة في أيام السلف طبعا النماذج كبيرة وكثيرة جدا، ويعني راح الواحد ممكن يستغرب منها. مثلا نضرب منها مثلا مثال للشافعي. نعم. رحمه الله كان الإمام الشافعي يقسم الليل اللي هو الليل بالنسبة لنا احنا إيش وقت الراحة. الراحة معروف الليل وقت للراحة. كان يقسم الليل ثلاثة أقسام. نعم. قسم ينام فيه، وقسم يصلي فيه، وقسم يقرأ فيه. تم هذا في الليل. تمام. شوفوا كيف جعل وقت راحته، يعني جعله مكان للتحصيل ومكان لطلب الأجر ومكان لإقامة عبادة الله سبحانه وتعالى. فكيف كان حاله وقت العمل ووقت الجد ووقت الاجتهاد. أيضا الشافعي رحمه الله تعالى كان في وقت نومه، مع انه شوف يقسم الليل ثلاثة اقسام، يعني وقت النوم اصلا بالنسبه له وقت بسيط. نعم. تمام. في وقت نومه كان يغفو فيتذكر المساله فيقوم فيدونها فينام. نعم. تمام. هذه يعني هي الهمم. يعني شوف هذه الهمم، لكن شوفوا يوم توفرت هذه النماذج في الامه الاسلاميه شوفوا وين وصلت الامه. صحيح. نعم. الاسلاميه. ايضا احد السلف مر ببعض الحاكة اللي يحكون الملابس. نعم. زين مر عليهم وشافهم يعني يلعبون شوي. فقال لهم ليش انتم قاعدين تلعبون؟ فقال خلاص يعني فرغنا فضينا. قال لهم اما سمعتم قول الله سبحانه وتعالى فاذا فرغت فانصب. قال المفسرون طبعا اتفقوا في تفسيرها ان وشو انك اذا انتهيت من صلاه ومن عباده فاذهب إلى غيرها وبادر إلى غيرها. نعم. يعني شوفوا حرصهم على الاستفادة من الوقت. الاستفادة من الوقت. نعم. لأنه يدري الدنيا ما يدري أنه مثل المسافر في هذه الدنيا، إحنا ممكن نحن عطينا الدنيا أكثر من ما هي تستحق. صحيح. تمام. وبذلنا أغلب أوقاتنا لهذه الدنيا. تمام. يعني شوف الواحد ينشغل بدوامه، ينشغل في تحصيله، يروح مكان يحصل له هني راتب اكثر، هني يحصل له ما ادري وشو، ويعني يعني بذل غالب وقته في هذا. نعم. الجانب. ف
بعدت الآخرة عنا وصرنا يعني نحتاج إلى تذكير. صحيح وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكن إذا عملنا الدنيا بما تستحق ما بيكون حال الأمة كما هو الآن. فالقصد يعني شيخ معاذ، فالقصد من كلامك أن الالتزام في كل الأمور وتعطي لكل وقت تعطي كل شيء حقه، لكن يمكن الحين يتساءل السائل يقول هل معناتنا أن وقتنا كله مخصص للعبادة، ولا وقت نجعله للفرح والفسحة والمتع متع الحياة والترفيه؟ هل هذا شيء محبب بالنسبة لنا أو محبب؟ أكيد يعني إحنا قلنا في البداية، في بداية كلامنا قلنا أن لنفسك عليك حقه. صحيح صح ولا لا؟ هذه كلها بس إحنا قلنا للواحد يعدل نيته في هذا الشيء، ما لنفسك عليك حقه، لا تفرح نفسك ولا تسعد نفسك في معصية الله سبحانه وتعالى، اجعلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، عدل نيتك. صحيح، وإن شاء الله أنت مأجور. نعم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وبدأهم في عمره فيما أفناه. طبعا هذا الحديث تناول قسمين، زين، اللي هو فيها الوقت، احنا لان موضوعنا الان على الوقت، تمام. فايش قال عن ماله في عمره فيما افناه، عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما أبلى. تمام، عندنا هاي القسمين اللي هو ذكر فيهم الوقت، عن العمر كامل ومرحله الشباب بالذات. تمام، يعني نقدر نقول 50% من الحديث كان وشو؟ عن الوقت. عن الوقت، تمام. العمر كله انت محاسب على، قال الله سبحانه وتعالى عندما يعني يصف حال يوم القيامة، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. تمام، اللي عاش 60 سنة، اللي عاش 40 سنة، اللي عاش 20، اللي عاش اللي الله كتب له. تمام، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال الله سبحانه وتعالى قال إن لبثتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون. أفحسبتم الآن، هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ صحيح، عرفت؟ فإحنا لم نوجد في هذه الدنيا عبث، لم نوجد للعب، لم نوجد يعني إضاعة الأوقات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. صحيح شيخ معاذ، أتوقع حتى البعض ممكن يقول أن الدنيا مساحتها كبيرة والعمر كبير، فيتلخص قول يعني المتنبي يقول فافترقنا حولا فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا، أن السلام هو عد نفس الوداع، أنه ما في وقت. فهذا اللي إحنا نبي نوصله حق الجمهور، ما في وقت، الواحد المفروض يستغل كل أموره الحياة بالشكل يمكن المطلوب. يمكن في ناس دائما لما تكلمهم تقول ما يقولون ما في وقت وما أدري وشو، وكل ما تسأله عن الوقت يقول ما في وقت. هي المسألة أتوقع كلها في ترتيب الأمور، بس هي مسألة ترتيب وأيضا ترتيب الأولويات أتوقع. صحيح، مثل ما قلت، هاي نقطة مهمة اللي هي مسألة الأولويات الحياة. الآن مثلا اليوم الواحد في قد تعرض عليه يعني مشاغل، في يوم تكون مزحوم فيه، في يوم تكون فيه نوعا ما فاضي. صحيح، تمام. حتى في اليوم المزحوم فيه المفروض أنت ترتب أولوياتك. أنا عندي كذا خلاص أنا أسوي، أنا عندي كذا، هذا ضروري هذا مش ضروري. خلينا نشوف، نضرب مثال يعني سريع. فترة الاختبارات، الفترة العصيبة على الطلاب، فترة عصيبة وتشوف الجداول صح تطلع لك. احنا ما نخوف المشاهدين الحين لان عندهم اجازة اسبوع، واتوقع صباح ما ادري في البعض منكم ما خلص الامتحان، يمكن عندهم امتحان بعد الاجازة. الله يعينهم، ما عندهم اسبوع بيخلصون فيه البحوث وبيخلصون الامتحانات اللي بعد. الله يكون في عونهم ان شاء الله وييسر لهم امورهم. شوفوا مسألة اللي هي فترة ما قبل الاختبار، تمام. كيف يعني يبدأ عندك أكثر من مقرر، هذا المقرر طويل هذا المقرر قصير، كيف تقسم وقتك بحيث أنك ما توصل قبل الاختبار إلا أنت مستعد، قرأت خلص المنهج كامل، مستعد لأي سؤال ممكن تسأل فيه. صحيح، تمام. الآن وانت داخل قاعة الاختبار لكي تختبر تكون بثقة من نفسك، ما عندك مشكلة، أي سؤال ممكن يطرح عليك أنت بتجاوبه. ليش؟ لأنك استعديت عدل، تمام، ورتبت وقتك وقسمت وقتك. صح، تمام. يعني نقول هذا مثال مبسط على الاختبار اللي هو الاختبار الحقيقي يوم القيامة. أنا وصلت لقاعدة يعني في الفترة الأخيرة، وصرت ميقن ومؤمن فيها، أن الشخص المشغول ممكن أن ينجز أشياء أكثر من الشخص الفاضي. ليش؟ أن الشخص الفاضي بيسوف، أنا فاضي ما عندي شغلة، أما الشخص المشغول بيكون يعني حذر على كل ثانية وكل دقيقة هو بيكون يعني قاعد يقضيها، فأتوقع هو بيكون ينجز أكثر ويكمل أشغال أكثر. صحيح، أنا أشوف حتى يمكن الواحد لو يلاحظ أنه فترة الإجازة وفترة الدوام، نعم، تمام،
أنا عن نفسي أتكلم يمكن في فترة الدوام أني أنجز أشياء أكثر ما أنجزها في فترة الإجازة. مثل ما قال أخوي صباح، لأن تكون فاضي أنت أصلاً نوعا ما، ما عندك شيء، متى ما قمت يلا بسويها. لكن وقت الدوام لا، أنت عندك دوام الساعة 7 الساعة 1، بعدها تسوي لك هالشكل، بعدها عندك مثلا حلقة تحفيظ، بعدها عندك مثلا لقاء مع شباب، بعدها عندك عمل في مثلا مشروع كذا، فلازم أنت تقسم وقتك بالدقيقة يعني. نعم، يمكن الرسول عليه السلام تكلم عن الفراغ وقال نعمتان مغبونا فيهما هي الصحة والشيء الثاني هو الفراغ. فأنا أتوقع أن الرسول ما ذكر هالموضوع إلا لأهمية. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي أبيات كانت إن الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فما في شيء أفسد على المرء من الفراغ. حتى يذكرون العلماء التربويين أن أغلب الأوقات التي ممكن يمارس فيها الرجل أو الإنسان المعصية هي وقت فراغه. فلذلك كانوا كثير من العلماء وكثير من التربيين ما يحبذون فترة العزلة اللي الواحد ما يعرف يسوي فيها. فدائما لا يقول لك إذا أنت فاضي وما تعرف تسوي شيء روح خالط الناس، روح كذا، عرفت؟ نعم. لو نتحدث الآن عن دور الدعاء ودور المشايخ والخطباء أيضا في التوعية بأهمية الوقت من خلال خطبهم، من خلال أماكنهم أيضا في المجتمع. طبعا دور الدعاء دور كبير، زين، ولازم يعني يتناولون الموضوع يعني بشكل يعني واضح. عندك خطبة الجمعة، خطبة الجمعة الآن كل الناس مقبلين جايين يسمعون، جايين يسمعون. أنت الوحيد اللي قاعد تتكلم الآن في هذه الخطبة وتتحدث، ممكن توجه رسالة. أول شيء في هذا أصلا وقت الخطبة هم مستغلين وقتهم معك، فلا تضيع وقتهم. هاي واحد، تمام. تقدر توصل لهم رسالة، رسالة من الخطيب في يوم الجمعة، مش مثل أي رسالة، لازم تكون رسالة مبنية على أدلة من الكتاب والسنة، نماذج من السلف، زين، تحيي بها الناس اللي أمامك، ممكن أن يستفيدون من كلامك ويستغلون أوقاتهم. شيخ معاذ، صراحة يعني حديث ممتع كان معاك، لكن يعني باختصار ودنا بنصايح قليلة توجهها للمشاهدين عن أهمية الوقت. طبعا في، أنا أقول في بعض الأشياء ممكن تعيننا إحنا على أساس أن إحنا نستغل الوقت فيها. منها أولا أنا أشوف الصاحب، تمام، الصاحب في هذه الفترة مم ربما يغويك ويضيع وقتك، زين، وممكن أنه يستغل وقتك. أنا بضرب مثال يعني على يعني صار لي مثال تقريبا هالمسبوع يعني، تمام. واحد من الشباب يقول لي أنا فاضي وما أعرف وين أروح، فشفت رفيجي راح درس عند أحد المشايخ كان يشرح درس في الحديث الشريف وحضرت معه. حلو، الآن إحنا نقول لو كان صديق مثلا بيروح مكان فيه معصية، الصاحب صاحب أو يعني مكان ما منه فايدة، بيروح معه على طول، تمام. إذن أنا أشوف من أول الأشياء، زين، أن الواحد يتخذ له صاحب جاد في وقته لكي يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى ويعينه على أمور الدنيا، أمور الدنيا. والمرء على دين خليله، يعني والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من خلق. خلونا نشوف مثلا، نقيس إحنا على ربعنا، تمام. الحين صباح أنت في الجامعة صح ولا لا؟ ربعك جامعيين ولا لا؟ جامعين أغلبهم، نعم، تمام. جل ربعك نفس الشيء أنت بعد خالد، نعم، صح ولا لا؟ شوف اللي مو بجامعي وشوف اللي اشتغل بعد الثانوية على طول، شوف من ربعه كلهم ثانوية، وشوف الجامعي ربع كلهم جامعين، شوف اللي راح مرحلة البكالوريوس، المرحلة الماستر مثلا، زين، تحصل ربع كلهم مقبلين إلى الدراسات العليا. نفس التفكير، نفس التفكير، خلاص. فأنت اتخذ دائما، اتخذ لك خليل يصاحبك. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. طالعين تضحك عندك شيء. أنا والله ما أضحك، بس الجاليري يقولون طفت الوقت، وهذا شيء والله صراحة يعني الوقت بالعكس يعني استفدنا منك يا شيخ معاد، وهو يقولون لنا لازم نلتزم بالوقت، نتكلم عن الوقت فلازم نلتزم في الوقت. الله يجزاك يا شيخ معاد، يعني استمتعنا في الحديث معك، واتوقع المشاهدين ايضا استمتعوا في الحديث اللي قلته لنا الشيخ معاد القاسمي. شكرا جزيلا لحضورك معنا في ترحيه، وباذن الله نكون في استضافات قادمه معك في الاسابيع الجايه ان شاء الله. الله يحفظك، جزاكم الله خير على الاستضافه، انا ما نكون افدنا المشاهدين، هذا واجبنا. الله يحفظك، والحق على حمله ركاز ينتظرونك. الله
الله يحفظك، جزاك الله خير. نتمنى لك التوفيق. إذا في سياق آخر أعزائنا المشاهدين، أقامت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف مؤتمرا صحفيا لإعلان انطلاق ملتقى شركاء العمل الإنساني لبناء مؤسسي متميز، وذلك من تاريخ 31 مارس حتى 3 من أبريل. نشوف وياكم هذه التفاصيل. ملتقى العمل الإنساني والذي يرعاه سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشوافية، ويشرفه بإذن الله سبحانه وتعالى سعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من أصحاب سعادة الوزراء. وملتقى إنساني لتطوير العمل الإنساني ولبناء عمل إنساني خيري على مستوى العالم ذو تميز متكامل بشكل أو بآخر. شركائنا نحن في مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله خدمات الإنسانية راف انتشروا ومنتشرين في العالم على أكثر من 70 دولة تقريبا. هؤلاء الشركاء انتقينا مجموعة منهم بالإضافة لشركائنا داخل دولة قطر فيما يتعلق بالعمل المحلي والعمل العالمي الإنساني، وأيضا نمذجت هذا العمل وإعطاء نماذج حية لتجارب حية، وأيضا إبراز دور العمل الخيري بشفافية واضحة، وأيضا صح التعبير مواكبة التطور الإداري والمهني على مستوى العالم. ملتقى العمل الإنساني يحاول أن يضع مفاتيح التميز الإداري والتميز في إدارة المشاريع باحترافية لدى شركاء راف في الجمعيات، سواء الجمعيات الأفريقية أو الجمعيات الإسيوية أو الجمعيات صح التعبير الأوروبية أو غيرها من الجمعيات الإنسانية على مستوى العالم. سيشارك طبعا في هذا المؤتمر ثلة من المدربين الدوليين العالميين المعروفين أيضا في تميزهم في البي سي ام اللي هو إدارة المشاريع الاحترافية، أو في السفير اللي هو نظام الإغاثة المتطور، أو قص على ذلك من مشاريع أخرى نعطيها لقيادات ولأيضا التنفيذيين في هذه المؤسسات الخيرية وهذه المؤسسات الإنسانية. إذن بعد الفاصل نتابع ملخص عن قمة جامعة الدول العربية اللي استضافتها دولة قطر خلال هذا الأسبوع. حياكم الله مشاهدينا، متواصلين معاكم في برنامج ترحيب. شكل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية العادي في دورتها 24 الذي عقد في الدوحة مفصلا تاريخيا بالنسبة للثورة السورية، اذ تسلمت المعارضة السورية مقعدا لدمشق بدلا عن دمشق في الجامعة العربية، كما حظيت القضية الفلسطينية بحيز كبير من المقررات. جملة من القضايا أخذت حيزا كبيرا خلال أعمال الدورة العادية لقمة جامعة الدول العربية 24. أبرزها ما جاء به البيان الختامي فيما يتعلق بالوضع السوري الراهن، وتمثل بتسليم مقعد دمشق في القمة إلى المعارضة السورية. جلالة والفخامة والسمو، أستأذنكم في دعوة السيدين معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وقسان هيتو رئيس الحكومة السورية المؤقتة والوفد المرافق لهما لشغل مقعد الجمهورية العربية السورية في هذه القمة، وذلك وفقاً لقرار المجلس الوزاري العربي في دورته العادية 139 التي عقدت بالقاهرة في 6 من شهر مارس الجاري. كذلك الاتفاق على تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية، منددًا بما تقوم به قوات النظام، ومؤكدًا في الوقت ذاته الحرص على التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة في سوريا.
نندد بأشد العبارات التنديد بالتصعيد العسكري الخطير الذي تمارسه قوات النظام السوري ضد الشعب السوري، واستمرار عملية العنف والقتل الجماعي التي يمارسها ضد السكان المدنيين في معظم الأراضي السورية، ونشجب بشدة استخدام النظام السوري للأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود التي تقصف الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة التي نتج عنها ارتفاع عدد الضحايا بشكل خطير، وزادت من تهجير الشعب السوري من أحيائهم وبلداتهم وجعلهم نازحين ولاجئين. وكان للقضية الفلسطينية حصة الأسد في مجمل المواضيع التي طرحت على طاولة أمام القادة العرب، كالاستيطان والممارسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال. إلا أن قرار إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، والذي تقدم به سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى، كان القرار الأبرز، فضلاً عن اقتراح سموه عقد قمة عربية مصغرة في مصر لبحث موضوع المصالحة الفلسطينية. كذلك لم يغب الوضع الاقتصادي الذي تمر به المنطقة العربية عن قمة الدوحة، إذ شدد القادة العرب على ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الحالي، وإطلاق الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015. نشدد على أهمية إجراء إصلاح شامل في السياسات العامة وعلى نحو خاص، منها السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتجارية، بما يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي ويضمن التقدم في مسارات التنمية وزيادة النمو الاقتصادي وأهداف خفض الفقر ومواصلة إقامة البنى التحتية وتفعيل العلاقات التجارية بين الدول العربية وزيادة حصة الدول العربية في التجارة العالمية وخلق فرص العمل المناسبة واللائقة والمجزية للباحثين عن العمل. إذن وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وبإشراف من المكتب الهندسي الخاص، تتابع الحملة الإقطارية لإغاثة سوريا حملات الإغاثة الطبية داخل وخارج الأراضي السورية، إذ تدعم إنشاء المشافي الميدانية، كما تتكفل بتحمل جميع التكاليف أو تكاليف العمليات الجراحية للمصابين والجرحى. لا مبالغة في القول إن وقائع الموت اليومي في سوريا تقود إلى نتيجة واحدة، مأساة إنسانية ما عرف التاريخ المعاصر مثيلا لها. لم ينجو من الحرب هناك لا بشر ولا حجر، فيما يعتبر الجرح الناجون من قصف أو قنص وجه آخر من المأساة، إذ عليهم الهروب في رحلة محفوفة بخطر الموت أيضا ومصحوبة بألم يكاد لا يحتمل. الحملة القطرية لإغاثة سوريا، والتي جاءت بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وبإشراف المكتب الهندسي الخاص، أولت اهتماماً بالغاً بالإغاثة الطبية داخل وخارج الأراضي السورية، إذ تقوم بإمداد العشرات من المراكز الطبية الميدانية بالمواد الطبية والإسعافية بجميع أنواعها. تركز الحملة جهودها على بعض المناطق المنكوبة، بخاصة في محافظة دمشق وريفها، وتدعم إنشاء المشافي الميدانية، كما تتكفل بتحمل تكاليف العمليات الجراحية للمصابين والجرحى. صار له شهرين ما وصلنا أي معونات طبية، ما كان توادر، عم نعاني كثير في انقطاع شامل للكهرباء عن المدينة منذ شهرين، انقطاع الكهرباء، انقطاع المياه،
فنحن عم نعاني كثير مواد طبية يعني بالحد الأدنى عم نشتغل ب ما شايف عم نشوف عم نشتغل بشكل عم نعتمد على يعني معدات بدائية ما عم نقدر نقدم أكثر من هيك للمرضى. في حالات كثير للأسف الشديد من الجرحى عم يموتوا قدام عيوننا. لكن عملها يزداد أهمية في دول الجوار حيث أجبر سوريون على النزوح بحثاً عن أمان ما عاد مؤمناً، خصوصاً في لبنان إذ تعمل لجنة تابعة لها على تنظيم العمل الطبي من خلال قسمين، يهتم الأول برعاية المصابين فيما يرعى الثاني أصحاب الأمراض المزمنة. تقوم الحملة بمتابعة الجرحى وتقديم العلاج لهم وإجراء ما يلزم من عمليات جراحية على نفقتها طبعاً، فيما تتحمل تكاليف إدخال أصحاب الأمراض المزمنة إلى المستشفيات لتلقي علاجهم، وإن كانت جراح الجسد تخفي جراحاً أكثر عمقاً وأشد إيلاماً لا يمكن لطبيب معالجتها، وإلا من يداوي تدمير وطن وتهجير شعب. مثل ما شفنا وياكم أعزائي المشاهدين، هذه اللقطات اللي احنا شفناها من خلال مساهمة الحملة الإقطارية اللي قام فيها أو بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدى الله يحفظه، يعني مشاهد تقشعر منها الأبدان، الواحد ما يعرف يعني يخفي المشاعر اللي يحس فيها ولا يقعد يداوي جرحاهم. احنا نأمل من الله عز وجل أن الكل يدعي لهم، ونأمل من كل الجهات أن تساعد بشكل أو بآخر، وهم يبقون أخواننا يعني، وإحنا نحاول نقدم لهم اللي نقدر عليه بإذن الله. نعم صدقتي خالد. نعم. يعني يمكن المناظر اللي شفناها مناظر يعني الواحد يخشى أن يشوفها. صحيح. وأيضا يشوف لإخوانه اللي يتعرضون له من ظلم ومن صحيح. قصف ومن أشياء يمكن إحنا الحمد لله ما مش متعرضين لها، لكن نقول لهم الله يفك أسرهم إن شاء الله وينصرهم على اللي ظلمهم. مستمرين في الجانب السوري مشاهدينا، حيث حافظت إلى جانب الموضوع السوري حافظت القضية الفلسطينية على مكانتها كأولوية في السياسة القطرية، فواصلت الدبلوماسية القطرية في ظل القيادة السامية لأمير البلاد المفدى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير الله يحفظه دعمها للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني حتى يتسنى له إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس. لا يحتاج المرء لكثير عناء ليلحظ وجود إرادة سياسية قوية لدى دولة قطر تبلورت منذ سنوات طويلة لدعم المطالب والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني حتى يتسنى لهم إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، بخاصة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. في العام الفائت مثلاً تحركت الدبلوماسية القطرية في غير اتجاه بغية إعادة القضية الفلسطينية إلى قلب السياسة العربية، وتجلى ذلك في الخطاب الذي ألقاه أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 من شهر سبتمبر. السيد الرئيس، رغم كل ما تعانيه منطقة الشرق الأوسط فإن القضية الأساسية تظل القضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية في الضفة الغربية وهضبة الجولان ومزارع شبعة في جنوب لبنان، إلى جانب الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة واستمرار اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. لقد توقفت عملية السلام بسبب المواقف الإسرائيلية الحالية التي تصر على المضي بسياسة الاستيطان في الأرض في الأراضي الفلسطينية والقدس ورفض التخلي عنها. وأني لأتساءل أحياناً لماذا لا يفعل المجتمع الدولي شيئاً لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضية الشرق الأوسط؟ ولماذا لا يصدر مجلس الأمن قراراً تحت الفصل السابع يلزم إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة ووقف الاستيطان وإعادة عملية السلام إلى مسارها الشامل وترك مسار الحلول الجزئية التي لم توصل إلى نتيجة؟ ولا أجد لهذا التسائل جواباً. لكن سمو الأمير لم ينتظر الجواب طويلاً،
إذ قرر المبادرة وقام باختراق الحصار الجائر المفروض على غزة يوم 23 من شهر أكتوبر 2012، وهي الأولى لزعيم عربي منذ احتلالها سنة 67. وقد دشن سموه هناك مشروعات إعادة إعمار وبنى تحتية بلغت قيمتها 400 مليون دولار، منوهاً إلى أن ما تقوم به قطر في غزة ليس معروفاً يسدى أو جميلاً يحفظ، بل هو الحق والواجب. أيها الأخوة، لقد كان صمودكم في وجه العدوان مثار عزة لكل العرب، ونحن نشاهدكم تدفعون القزاة بصدوركم العارية وجباهكم المرفوعة، لا تخيفكم طائراته ولا أسلحته المحرمة دولياً ولا أرتال دباباته الثقيلة. لقد كنا معكم على الدوام ولو بأضعف الإيمان. قبل العدوان وبعده، وكنا حريصين على أن يكون تواصلنا مع أهلنا في فلسطين مباشراً من فوق أرضهم، ففتحنا سفارة لدولة قطر في غزة بعد إقامة السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع. وحين وقع العدوان على القطاع أواخر عام 2008، دعونا لعقد قمة غزة العربية لعلنا نستطيع أن ندفع عن أهلنا بعض العدوان ونقدم ما نستطيع. غير أن صمود غزة كان هو العامل الحاسم، وكان درساً عر التخاذل بصمود المخذولين، ولقن الواهمين عبرة بثبات الموقنين بالحق وكشف زيف دعاة التسليم بالواقع العربي بما فيه من بؤس وضعف. أيها الأخوة، إن وقوف أشقائكم العرب معكم في كل الظروف والأوقات ليس معروفاً يسدى أو جميلاً يحفظ، بل هو الحق والواجب. ونحن في قطر كنا وسنكون من أول المبادرين، ولن نظن على أهلنا في غزة وفي فلسطين بما نستطيع من عون. انطلاقاً من واجبنا القومي والإنساني، فمساعدة أهل غزة وفلسطين ليست منا ولا هي وعود لفظية، بل هي واجب من الأخ نحو أخيه. عندما سدت قطر عجز الأمة بتلك الزيارة، قدمت أنموذجاً ملهماً لدولة قررت أن تكون أفعالها متماهية مع أقوالها، وقد وضعت نصب عينيها مأساة شعب يعاني منذ 6 سنوات وسط تآمر دولي وتخاذل إقليمي وعجز عربي. نفس ما شفنا مشاهدينا هذا التقرير، ودائما ما احنا قاعدين نشوف يعني التفاصيل، وايضا يعني وقوف هذه القضيه الفلسطينيه هي تكون الاهم امام سمو الامير في كل المحافل، ان كانت الدوليه او الاقليميه او حتى العربيه. نعم، واحنا نامل ان شاء الله تتم مباركه هذه الجهود، ونامل من الله عز وجل انه يتمم كل القرارات ان شاء الله على كل خير وتتم في الوقت المطلوب لها ان شاء الله. والله يحفظك لنا يا ابو مشعل ويخليك ان شاء الله للامه العربيه ان شاء الله. وان شاء الله يا خالد يجي اليوم اللي نروح في فلسطين ونصلي في المسجد الاقصى. اللهم امين. الله يسلم منك، لو والله اعطانا طولة العمر يا الله ان شاء الله. ان شاء الله. بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، سلسله من التقارير حول النشاطات الاقتصاديه اللي استضافتها الدوحه الاسبوع الماضي، ما عليكم الا تنتظرونا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني، سينظم الهلال الأحمر القطري في الفترة ما بين 1 إلى 10 من أبريل المخيم الميداني التدريبي الرابع لإدارة الكوارث. نعم، المخيم مشاهدينا بيكون في موقع المخيم الكشفي البحري في مدينة الخور،
فريق عمل ترحيب زار المكان ورجع لنا في أجواء الاستعدادات والتحضيرات لهذا النشاط الكبير. نشوف في مقر الهلال الأحمر بمدينة الخور تسير الاستعدادات على قدم وساق من أجل إنجاح المخيم الميداني التدريبي الرابع لإدارة الكوارث، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. فقد زارت اللجنة المشرفة موقع المخيم الكشفي البحري الذي سيشهد نشاطاً مكثفاً في الفترة بين الأول والعاشر من أبريل المقبل، وذلك بحضور العديد من الجهات والمؤسسات الداعمة لهذه المبادرة مثل جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وكذا اللجنة الدائمة للطوارئ والأخوية والقوات المسلحة القطرية والقوات الجوية الأميرية القطرية والدفاع المدني وغيرها من المؤسسات التي لم تبخل بمساعداتها المادية والمعنوية. بقي القول إن الهدف من تنظيم هذا المخيم هو استقطاب شريحة جديدة من المتطوعين وزيادة نسبة المؤهلين في المجتمع وتدريبهم نظريا وعمليا على كيفية الاستعدادات لمواجهة الكوارث. إذن وفي سياق آخر، استضافت الدوحة منتصف هذا الأسبوع قمة المستثمرين في مجال الطاقة البديلة السنوية الرابعة اللي تعتبر من أهم المبادرات الرامية إلى دعم التنمية اللي تشهدها دولة قطر في قطاع الطاقة والمياه. نشوف وياكم هذا التقرير. طبعا هذه قمة المستثمرين في الطاقة البديلة هي من المؤتمرات المهمة جدا، حيث أن في هذه المرحلة الطاقة البديلة تعتبر من الخيارات الاستراتيجية المهمة لجميع الدول. البحث عن مصادر طاقة بديلة صديقة للبيئة ومستدامة هي من الأولويات التي تضعها الحكومات على أجندتها في هذه المرحلة. طبعا المؤسسة العامة لقطر الكهرباء أعلنت خلال مؤتمر الكوب 18 عن مشروع لإنتاج 200 ميجا وات من الطاقة الشمسية خلال 8 سنوات القادمة. يكمن المشروع في استغلال البنية التحتية المتواجدة حاليا من أراضي غير مستقلة وخزانات مياه ومحطات كهرباء في تغطيتها بالألواح الشمسية. ستكون المرحلة الأولى من هذا المشروع تطرح السنة الحالية 2013، وعبارة عن مشروع تجريبي لبناء القدرات، وإن شاء الله سوف يتم تدشينه السنة القادمة والابتداء في المرحلة الثانية في عام 2015 للانطلاق إلى 200 ميجا وات. طبعا في المرحلة الأولى هي مرحلة المشروع التجريبي شركنا جميع القطاعات المهتمة. طبعا كهرباء وقعت عديد من المذكرات التفاهم مع قطر فونديشن، مع كيري، مع بعض المؤسسات الأخرى المعنية بهذا القطاع بهدف بناء القدرات وتجميع جميع الإمكانيات الموجودة لرفع المستوى العلمي ومستوى المعرفة في هذا القطاع. المرحلة الثانية سوف تكون البحث عن الشركاء التجاريين، وهي بعد الاستكمال المرحلة التجريبية. دشنت وزارة الأعمال والتجارة بالتعاون مع شركة بروة العقارية نظام إلكتروني حديث يعنى بتنظيم إدارة اجتماعات الجمعية العمومية للشركات، وذلك برعاية وحضور سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة. يسعدنا اليوم برعاية سعادة وزير الأعمال والتجارة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني تدشين أول نظام إلكتروني لإدارة اجتماعات الجمعية العمومية.
طبعا هذا النظام بيكون الأول خلينا نقول في الشرق الأوسط وفي الوطن العربي تم تطبيقه لأول مرة. النظام سهل جدا ومرن وقائم على مبدأ الشفافية وفي نفس الوقت تسهيل مهام تسجيل الحاضرين وتسجيل أعداد المصوتين وتسهيل حتى اتخاذ القرارات في الجمعية العمومية. كما يسمح النظام أن يكون هناك يعني حتى بخصوص الاستفسارات وإدارة النقاش حول بنود اجتماعات الجمعية العمومية، فإن النظام هذا يسمح أن للكل بالمشاركة وتنظيم طريقة النقاش والحوار بحيث أن تعطي الفرصة للكل في أن يشارك بفعالية في اجتماعات الجمعية العمومية. مشروع جديد، تجربة جديدة، نأمل أنها تكون ناجحة، نأمل أنها تكون سهلة على بعض أعضاء الجمعيات اللي مش متعودين على استعمال الأجهزة الإلكترونية، وإن شاء الله يعني يكونوا موفقين في هذا العمل. طبعا احنا نرحب بكل أنظمة جديدة لها يعني ثقة كاستخدام كسكورتي للتصويت وتكون شفافية، تعطي شفافية للمساهم وللوزارة وللمستخدم النظام، فنرحب بكل نظام جديد يساعد المساهمين، وأتوقع أن السوق والتطور يفرض نفسه في هالمجال. تعمل شركة QDVC على عدد من المشاريع الكبيرة وتسعى أن يساهم فيها الشباب القطري من خلال هذه المشاريع من خلال تأمين بعض الفرص أو فرص التدريب والتوظيف لهم. خلونا نتعرف مشاهدينا على مركز QDVC من خلال هذا التقرير. سياسة QDVC توفق بين الجوانب الرئيسية لرؤية قطر 2030 اللي هي التنمية الإنسانية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية. احنا عندنا تتبع لهذه السياسة تطبيق سياسة توظيف نشطة تعزز الفرص المتساوية للمجتمع. نقدم دورات تدريبية للموظفين بهدف تحسين مهاراتهم المهنية وتطويرهم على المستوى الشخصي أولاً. فلما نرتقي بالمستوى الشخصي نفهم الموظف، نفهم احتياجاته الشخصية من خلال تعاملاته مع باقي الموظفين، تعاملاته مع الأخوان الأجانب. في هذه الأثناء ممكن نقدر نقول أن احنا حطينا يدنا على حلقة الوصل في نقل المعرفة. في نجاح من حيث مقارنة، في أول سنة بدينا فيها التقطير سنة 2010 كان في عدد معين تضاعف 3 مرات في السنة 2011، في سنة 2012 نقدر نشوف تضاعف مرتين. فنبتدي في عدد صغير نركز فيه أساس أنه هو يكون الأساس، فلما ننجح في تكوين بنية تحتية للتقطير للموظفين القطريين بصفة عامة ممكن بعدها نبتدي ننشئ الموظفين القادمين. على سبيل المثال الأخت مي البشري مهندسة مدنية، طبعاً بدأت عندنا في البداية استوعبت الشغل بصفة عامة، كانت أول 3 شهور فترة تحضيرية تجهيزية، نبتدي نفهم بعض ومن حيث الأجنبي يفهم القطري وتبتدي شوية تكون مثل ما تقول تبادل الاحترام. هو في البداية كان فكرة التخصص كان مثل تحدي أكبر لأني خذيت تخصص الهندسة المدنية،
وهو غالبا خارج عن الطابع النسائي يعني. بعد درست في بريطانيا لمدة 4 سنوات في جامعة ليفربول، University of Liverpool. بعد ما تخرجت كان في عندنا المعرض المهني القطري السنوي اللي يصير، فعرفت QDVC من هذا المعرض، اكتشفت بأهميتها وضخامتها من المشاريع اللي تقوم فيها، حيث أن أغلب المشاريع اللي هم يقومون فيها تخدم ملف قطر 2022. توظفت في قسم الهندسة المعمارية، التصميم والهندسة المعمارية. مي بالنسبة لي كانت واحدة متخرجة، أول حاجة طلبتها من مي أما كلمت معاها عملنا ميتنج، قلت لها هنسى إنك قطرية وهنسى إنك واحدة بنت، أنت واحدة جوه وتيم ولازم تشتغلي عشان توصلي، لو عايزة تقعدي وتاخدي كمبيوتر It's up to you. يعني أنت ممكن تعملي. الهدف بتاعي إن مي في يوم من الأيام على مدى قصير إنها تقدر تدير تيم وتعرف إزاي ممكن تفكر للمشاريع وتلاقي حلول. التعامل مع الأستاذ محمد كان يعني مش تعامل بين مدير وموظف، كان كتيم يعني تيم كامل، كان يشاركنا يعني خبراته وأفكاره، وفي نفس الوقت كان يعطيني مهام كبيرة بحيث تبين إيش الأبعاد اللي أنا أقدر أكون أعطيها أو أني أكون فيها. قررت أشتغل بقطاع البناء بعد ما أخذت 4 سنوات خبرة في قطاع البتروكيماويات في شركة قابكو. العلم له أن هذا القطاع سيكون رائد الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس الجاية. طبعاً استكملت دراستي الجامعية بالجمهورية الفرنسية وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع من جامعة أورليان. شركة QDVC تمتاز معايير مهنية عالية جدا، كونها شريكة رئيسية لشركة فينسي الفرنسية التي تعتبر من الشركات الأولى عالميا في قطاع البناء والإنشاءات والبنى التحتية. أحس نفسي جزء من النهضة العمرانية، كوني شريك في بناء مشاريع مثل ما تشوفون مشروع الشيراتون ومشاريع مدينة اللوسيل الأخرى التي تتمثل في بناء أول سكة حديدية في دولة قطر، مشروع مواقف مدينة اللوسيل ومشروع مضخة المياه موجودة حالياً بمنطقة تحيل شمال الدوحة. شجع كل الشباب القطريين حديثي التخرج والطلاب حالياً من ينضموا لهذا القطاع. كما ذكرت مسبقاً أن هذا القطاع هو خلال ال5 سنوات القادمة سيكون بلا شك رائد قطاعات دولة قطر. نفس ما شفنا مشاهدينا هذا التقرير، نتمنى لهم التوفيق في هذه الشركة. ونفس ما قال المهندس المنصوري، قال يمكن هذا القطاع من أهم القطاعات اللي تنتظر نهضة عمرانية كبيرة، فنتمنى لهم التوفيق وأيضا ننتظر منهم الكثير يا خالد. إن شاء الله بإذن الله، وإحنا أيضا بدورنا نشجع أخواننا وأخواتنا الإلكترونيين اللي يشوفوننا أن يسهمون في هذا البناء والصرح اللي قاعدة تنتقل لقطر، يعني بنهضة عمرانية كبيرة وتوجه اقتصادي كبير يمكن فاق جميع الدول أو معظم دول العالم. وفي سياق آخر، نظمت كلية الآداب والعلوم من جامعة قطر لقاء مفتوح حول برامج الدراسات العليا في الكلية، واللي كان عددها 5 برامج ماجستير وبرنامج واحد للدكتورة. وحضر هذا اللقاء مشاهدينا الأساتذة المشرفون على هذا البرنامج وأيضا بعض الطلبة المهتمون من طلبة الدراسات العليا، بالإضافة إلى الراغبين في الانخراط بهذا البرنامج. طبعا كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر تنظم اليوم المفتوح للدراسات العليا
حيث يعطي كل قسم فكرة موجزة عن برنامج الدراسات العليا المطروح. قسم اللغة العربية احنا لدينا برنامج ماجستير، وهذا البرنامج يهدف إلى تعميق البحث العلمي في مجال اللغة والأدب، ويعمل على تكوين باحثين في مجال اللغة والأدب قادرين على إعداد بحوث متميزة. وبدأنا من الخريف الماضي بقبول أول دفعة، وكانت مكونة من تقريبا 13 طالب وطالبة. برنامج الماجستير والدكتوراه في المستقبل إن شاء الله في قسم العلوم البيولوجية والبيئية بجامعة قطر، في الواقع هو برنامج يعني يشارك فيه مجموعة من الطلبة حاليا. السوق القطري يتطلب عدد كبير من يعني الخريجين والخريجات في هذا المجال، ونتمنى إن شاء الله نشوفهم في المستقبل يعني يكون لهم دور كبير في رفع شأن هالبلد. برنامج دراسات الخليج هو برنامج ماجستير في دراسات الخليج لتقدمه كلية الأداب والعلوم في جامعة قطر، واليوم أتينا لليوم المفتوح لنعرض هذا على طلبة جامعة قطر وأيضا على المجتمع في قطر. البرنامج عبارة عن دراسة مسائية لمدة عامين، ويطلب في الطالب أنه يكون لديه لغة إنجليزية لأنه يدرس باللغة الإنجليزية، وممكن أي طالب يقبل بأي تخصص لأن البرنامج طبيعته أنه متعدد التخصصات. لأنه من بعد هذه الرحلة الطويلة اللي شفناها معاكم والتقارير الممتعة وصلنا مشاهدينا نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي تراحي. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل برنامج تراحي بإمكانكم مراسلتنا على البريد الإلكتروني الظاهر أمامكم على شاشة تراحيب@ريان.تي في. نشوفكم باكر في حلقة جديدة من تراحيب.